المقدسة. مشاهدينا، بالعودة إلى قضية وفاة شخصين من عائلة واحدة بمستشفى عين بسام بولاية البويرة، وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها النهار فإن الضحيتين أصيبا بفيروس مجهول المصدر وينحدران من منطقة المرابحية. ولمزيد من التفاصيل عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الوفاة يلتحق بنا على المباشر خالد شودار مراسلنا بالبويرة. خالد، مساء الخير. مساء الخير زميلي محمد. أنت الآن متواجد بمستشفى عين بسام، هل لك أن توافينا بالأسباب الحقيقية وراء وفاة هذين الشخصين من عائلة واحدة؟ المعلومات الأولية تتحدث عن فيروس مصدره مجهول. نعم زميلي محمد، كما سبق ذكرنا نحن الآن متواجدين في مصنع الاستعجال الطبية مستشفى عين بسام. يعني حسب تسجيل قمنا به مع أحد أقارب الضحية أنه سبب الوفاة يعود أنه الحكاية بدأت أنه أحد أفراد العائلة عنده يعني تقريبا مدة 13 يوم أصيب بمرض يعني ما عرفوش السبب تاعه، استدعى نقله إلى مستشفى عين بسام. وهو يعني عنده الآن مدة 13 يوم، هو مات في مستشفى عين بسام. وكان يعني الأقارب تاعو أي واحد يزوره يعني حتى الآن من حالتين الوفيتين اللي كان البارح اللي هي عجوز تبلغ من العمر 72 سنة، واليوم كذلك توفت خالته القريبة تاعو 85 سنة، أن يقولوا أنه ما زاروه، لما زاروه عادوا إلى المنزل وصيبوا يعني بإسهال وقاية وحمى ارتفاع في درجة الحرارة، استدعى يعني نقلهم إلى المستشفى توفوا على إثرها. كذلك انه كاين قريب يعني مصادر اوليه تقول انه قريب للضحيه يعني هو ما زارش المريض هذا، هو الان في مستشفى العزازيه بولايه جلديه، يعني نفس الحاله نفس الاعراض. وكاين اخبار يعني مازال اخبار غير مؤكده تقول انه توفى، يعني حسب المعلومات انه هذا الشخص القريب تاعهم يعمل يعني جزار يتنقل بين البويره والجزائر العاصمه، فهم؟ وبحكم انه يخالط الاسواق الماشيه وكذا يعني الاخبار ترجح انه الاخبار ترجح انه هذا الشخص يعني يمكن انه سبب الفيروس هو الحمى القناعيه اللي انتشر في الاول والاخر في ولايه البويره، يعني اخبار غير مؤكده. شكرا جزيلا لك خالد شودار على كل هذه التفاصيل والمعلومات الاوليه التي قمت